بحسبة الحزب المركزي جفي طول كرم. أسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير أخت وفاء، صباح الخير للمستمعين جميعا، صباح الخير للأسرى في سجون الاحتلال. أهلا وسهلا، صباح الخيرات لك ولكل الأحبة دائما وأبدا. يعني سيد بلال، يعني في الحسبة المركزية في طول كرم، كيف تبدو أسعار الفواكه والخضار المتوفرة لديك لهذا الصباح؟ في البداية طبعا أسعار الخضار والفواكه زي ما بنعرف أنه المواطنين اشتكوا شوي من ارتفاع أسعار الفواكه والخضار، زي ما بنعرف انه يعني تقلبات الفصول يعني بين الصيف والشتاء يعني بتؤدي لارتفاع الاسعار، خصوصا البندوره. يعني بنقدر صندوق البندوره من 100 ل 120، صندوق الخيار من 80 ل 90، صندوق مثلا الكوسه من 80 ل 90 برضه، الزهره 30 كانت ب 10. بالنسبة للفواكه يعني ما ترأيش يعني أي تغير، يعني بس تغير بسيط، التفاح من 3 إلى 5، بالنسبة للإنجاص 6 شيكل، بالنسبة لمثلا الفرسمونة 5 شيكل. نعم، يعني هذه أبرز الأسعار. يعني 80 شيكل تقريبا، 80 إلى 90 صندوق الخيار حكيت لنا، صحيح؟ صحيح، كان يعني 40 شيكل 30 شيكل، بس تغير الفصول يعني ما بين الشتاء والصيف يعني بده يعني يطرا تغير في الأسعار. بس والله هذه قفزة سيد بلال، يعني بنحكي تقريبا الضعف. صحيح، ما هو المزارع اكيد راح يعني بده يعوض يعني من الخسارة اللي صارت خلال فترة السقيع، خلال فترة الأمطار الغزيرة. طب بس احكي لنا اذا بتتوفر المعلومات بخصوص انه موضوع العرض والطلب على هذه الفواكه او الخضار، انه احيانا بيرتفع اسعارها، بما بصراحه بيرتبط بالعرض والطلب، على اي مبدا بيصير الموضوع بصراحه، سواء في الحسبه او عند المزارعين بشكل عام؟ هلا في الحسبه اكيد كل ما زاد الطلب بده يرفع السعر اكيد على المنتج، يعني سواء خضار سواء فواكه، يعني كل ما زاد الطلب على الإشي من قبل التاجر أو صاحب البسطة خلينا نحكي، راح يزيد السعر على المنتج هذا. هلا بالنسبة برضه للمواطن، كل ما زاد الطلب على السلعة معينة عند التاجر أو صاحب البسطة بده يزيد السعر، يعني زي ما تقول كل ما زاد الطلب بده يزيد السعر عنده. نعم، يعني هذه المعادلة بصراحة اللي بتمشي بصراحة من قبل المزارعين، أو الحسب إجمالا الإقبال على الشراء خف ولا لا على العكس تماما؟ يعني احنا بنقول احنا الحسبة المركزية بيجوا عليها تجار الفواكه والخضار فبيشتروا كميات، كيف هذه الكميات؟ منيحة لحد الآن؟ بيشتروا عادي بكميات كبيرة لأنه الناس قاعدة وبتاكل؟ هي خفت النسبة مقارنة في قبل، في الفترة الماضية أكيد قلت النسبة، حاليا الوضع متناسب ما بين جيد إلى يعني جيد جدا. من جيد لجيد جدا. طب بالعادة بلال مثل هذه الأسعار اللي ذكرتها لإلنا بتخضع لرقابة من وزارة الاقتصاد أو حماية المستهلك بصراحة، ولا في عرف متفق عليه ما بين البائعين في الحسبة المركزية؟ لا، هو بصراحة الخيار الثاني، العرف المتفق ما بين البائعين اجمالا بين اصحاب يعني اصحاب الحساب واصحاب التجار اللي في الحسبه فوق السوق المتعارف عليه. نعم، فهمت عليك. يعني بكل الأحوال احنا بنتمنى انه كمان ينظر بعين الرأفة والرحمة للمواطن المستهلك. صحيح. اللي يعني المعطر المسخم الله يكون في عونه قد ما بده. يعني هون احنا يعني بنحاول نوفر في الحسبة المركزية اقل الاسعار للتجار. طبعا كله بده يربح، سواء التجار الجملة أو تجار المحل الأصغر من هيك، اللي بائعين الخضرة والفواكه أو حتى البسطات بكل هذه الأماكن. إجمالا هذه أسعار هذا الصباح وهي قابلة للتغير من يوم إلى آخر، ونتمنى إن شاء الله دائما وأبدا أنه يكون زي ما بيقول رأفة نقاش، بيقول المفروض يكون في جهات الاختصاص أنها تقوم بتوفير البديل أو النقص الحاصل من الخضار بالسوق حتى يظل
هذه الخضار أو الضلمة توفر بسعر معقول للناس، صحيح هذا المفروض يا رأفت، ولكن بين المفروض بالتأكيد وبين ما هو موجود للأسف عادة بيصير في فجوة كبيرة. إجمالا بلال ذكر لنا وقال في البداية أنه فعلا الحالة الجوية بتأثر على موضوع الأسعار وبتأثر على موضوع الإنتاج وبتأثر على موضوع الطلب وكل هذه الأمور، فمشكور جزيل الشكر بلال المدني على هذه المعلومات. المحاسب في الحسبة المركزية في طول كرم، شكرا جزيلا لك بلال، وبنواصل في مشوارنا الصباحي. صباح الخير عمر بلعاوي، يسعد صباحك، وصباح الخير أيضا للدكتور نصر بري، يسعد صباحك دائما وأبدا، وصباحاتنا موصولة ومتواصلة مع كل الأحبة أينما كنتم في هذه اللحظات. نواصل نستقبل صباحاتكم، إهداءاتكم.